ذاتي هو الأمر الذي لا تصح بدونه. والشرط ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون شرط صحة، وإما أن يكون شرط وجوب. فشروط الوجوب لا يكلف بها الإنسان مطلقا. ما هي شروط الوجوب؟ هي كونه مكلفا. الإنسان لا يؤمر بأن يكلف نفسه، لا، عنده علامات البلوغ، إذا وصلها يصير مكلف. هذه ليس مقدورا عليها، لا يمكن أن تأخذ ولدا وتصيره إلى سن البلوغ من عندك، لا، تصلها لنفسك. زوال الشمس عن كبد السماء، أي دخول الوقت، هذا أيضا شرط وجوب وليس شرط صحة، لأنه ليس مقدورا عليه. رفع الحيض عن الحائض، هذا شرط وجوب وليس ورجل شرط صحة. انقطاع دم النفاس، يعني النفس كذلك، لأن شرط الوجوب، الفرق بينه وشرط الصحة إيش؟ إن شرط الوجوب الإنسان ليس مكلفا بتحصيله، لا يستطيع تحصيله، حتى ولو أراد أن يحصله ولا يمكن أن يحصله، لأن البلوغ مثلا قلنا شرط وجوب لا يمكن أن يحصله. زوال الشمس، لا يمكن أن يزول الشمس في أول النهار، لا، لازم أن تسير الشمس لحالها حتى تسير في وسط السماء ثم تزول عنه ويدخل الوقت. أنا شرط الوجوب ما به مكلف، وعدم تكليف فيه يعرف كما يقول صاحب المرأة. وأما شرط الصحة فهو المقدور عليه، وهو الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، هذه شروط صحة لا تصح بدونها وهي مقدور عليها. فالشرط الأول كما يقول من شروط الصحة هو الطهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى ما يلزم منها الوضوء فقط، أنا ما أخذ الوضوء 16 هي التي يلزم منها إيش؟ الوضوء، وهي تسمى بالطهارة الصغرى، وهي الخارج من السبيلين، خارج من القبل والخارج من الدبر. خارج من الدبر هو الغائط والريح فقط، وسواء فيه الذكر أو الأنثى. أما الخارج من القبل بالنسبة للرجل 4 مسائل: البول والودي والمذي والمني، هذه 4 خارجة من قبل الرجل. عفوا، فيه واحد هنا عنده رسالة عندي. وشروط الصلاة لا تتم إلا بها، لا تصح إلا بها، منها ما هو شرط الوجوب ومنها ما هو شرط الصحة. شرط الوجوب قلنا بأنه ليس مقدورا عليه أصلا ولا يمكن تحصيله أصلا من الإنسان. وأما شرط الصحة فبإمكان الشخص تحصيله، لا تصح الصلاة بدونه. وذكر الشيخ الشرط الأول من شروط الصحة هو الطهارة، فالصلاة لا تصح دون طهارة مطلقة، لا صلاة لمن أحدثه حتى يتوضأ. وموجبات الوضوء تعرفونها جميعا، منها كن هي ما يخرج من السبيلين القبل والدبر، وذكرنا بأن الخارج من الدبر مستوي فيه الذكر والأنثى. وأما ما هو خارج من القبل فـ4 مسائل بالنسبة للرجل، وهي الودي وهو ماء أبيض شفاف كالماء، إلا أنه خاذل، والمذي هو عند وجود اللذة الصغرى، والملي والبول، هذه 4 من قبول الرجل. وما قبل المرأة فهو دم الحيض، وكذلك دم النفاس، وكذلك البول، هذه 3 أيضا من قبول المرأة ناقضة للوضوء. هذه هي تسمى نواقض الوضوء المرتبطة بالسبيلين. ثم هناك نواقض أخرى، نواقض الوضوء أخرى تسمى بالإسباب، وهي النوم والإغماء والسكر والجنون. فإذا حصل واحد من هذه 3 الـ4 للإنسان فقد انتقض وضوءه. فمن جن أنا أغمي عليه أصيب بالصرع حتى فقد عقله، فهذا يجب عليه يتوضا. كذلك من شرب حتى سكر حسب ما هو وكيل، هذا ايضا يجب عليه ان يتوضا. من اغمي عليه
في أثناء المرض ليس مصروعا وإنما مرض طبيعي، مرض عضوي كالحمى وغيرها، يجب عليه أن يتوضأ. من نام كذلك والنوم ينقسم إلى أقسام، أربعة أقسام فقط: نوم خفيف وقصير، هذا ما يجيب المشكلة، نوم خفيف وطويل، هذا يندب من الوضوء، نوم ثقيل وقصير، هذا كذلك يندب من الوضوء، نوم ثقيل وطويل، هذا يجب من الوضوء. فتحصل عندنا أنه إذا كان خفيفا وطويلا فلا وضوء فيه، وإذا كان خفيفا وقصيرا فلا وضوء فيه، وإذا كان ثقيلا وقصيرا يندب وضوء منه، خصوصا إذا كان صاحبه غير متكئ على الأرض ولا متوسد مسادته، ليس على هيئة النائم. ولحديث ابن عمر أن أحدهم كان ينام وهو جالس ويستيقظ وكذا ينفخ وهو جالس، وكذلك ربما سال لعابه وربما فتحت حبوته هكذا. لكن إذا كان ثقيلا وطويل ولو كان قاعدا ليس على هيئة النوم العادية فيجب الوضوء مطلقا، لأن الأست العين هي طفل الأست، فإذا من نام ليس يدري كما يقول. هذه النواقض إذا حصل شيء منها وجب الوضوء للصلاة، هذا هو الطهارة. هذه الطهارة الصغرى التي تحصل من نواقض الوضوء، الطهارة الكبرى طبعا لها عدة أسباب، وهي خروج المني بجماع أو باحتلام سواء للمرأة أو للرجل، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، هذه الأربع التي يجب منها الطهارة الكبرى. فالطهارة الصغرى يجب منها الوضوء فقط، وهو غسل أعضاء من الجسد غسلا مخصوصا وبطريقة مخصوصة وبعدد مخصوص. وأما الطهارة الكبرى فهي تسمى الحدث الأكبر، وملاه تمنع عليه عشرة أمور كما ذكرها الشيخ سابقا، ويجب عليه غسل جميع بدنه، جميع بدنه، وهذه طبعا لا تكون إلا بملج سواء كان بجماع أو باحتلام أو انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم. في المرأة إذا كانت حائض لا بد بعد انقطاع دم الحيض من أن تغتسل غسلا شاملا، ولا يجوز لها أن توطأ ولا أن تصلي حتى تغتسل. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم. وكذلك إذا كان عليها دم الحيض دم النفاس وانقطع يجب عليها غسلا تاما ولو كانت نظيفة، يجب عليها أن تغتسل بنية الطهارة لهذا الحدث الذي كان عليها، فهو مانع بينها وبين الصلاة. السلام ورحمة الله. الحمد لله عليك. هذا هو المانع الأول الذي منعه من الصلاة. الشرط الثاني هو دخول الوقت، فالصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، وهذا من شروط الوجوب ليس من شروط الصحة. فالشيخ هنا مزج بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فقلنا شنو ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن شرط الوجوب لا يمكن تحصيله للإنسان كما ذكرنا أمثلته من بلوغ وغروب الشمس وغيرها، أما شرط الصحة فهو مقدور عليه ويمكن تحصيله. والشيخ هنا ذكر لنا مثال شرط الصحة بذكر الطهارة، وهنا ذكر مثالا لشرط الوجوب بذكر دخول الوقت. فدخول الوقت لا بد منه، وهو شرط لوجوب الصلاة أصلا، أنت لا يمكن أن تصلي الصبح ولا طلوع الفجر، لا يمكن. لو قلت مثلا خلونا نصلي لهين ونريح أنفاس بعد ينام على طول، قالوا لا، لو صليت هذا حين فأنت تصلي نافلة ولم تصلي فرض ولا تسقط عنك أصلا ولم تخرج من عهدة الطلب مطلقا. لهذا يجب لا تجب عليك الصلاة إلا بعد دخول وقتها، سواء كان الوقت وقت ظهر بزوال الشمس أو وقت مغرب بغروبها أو وقت الصبح بطلوع الفجر أو وقت عشاء بمغرب الشفق أو وقت عصر بأن يكون ظل شيء مثله، يدخل هنا مختار. كما درسنا هنا الأوقات، وما ذكر الشيخ هنا الأوقات ودرسناها، الأوقات كل الأوقات فقط الخمسة هذه، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نحن قلنا بأن